الحمد لله. انت حلوة. عامل ايه؟ انا حلوة. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه ازاي؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتقولي بعمل ايه؟ انت بتقولي عامل ايه؟ انت كويس؟ عامل استشوار ب30 جنيه. لا كتير قوي بصراحة. لا بصراحة ب30 وبدفع 10 تبس. ده ملزق. ملزق. ده كريم. ده ريحة شعري تحفة. ماشي. السؤال الأول، حبيبك يخونك ولا يموت؟ يموت. يعني بالنسبة لك الخيانة مش هتسامحيه بالخيانة؟ لا. لا ليه؟ كده بقالك كتير ما فاتك الضحك بتاعي، بقالنا شهور ما بنسجلش. أيوة. تعرف ان انا بس بوحشك. لا انت ليه بتتعاني الخواطر كده دايما؟ ماشي. السؤال التاني ده عايزك تفتي فيه عشان بيطلع بطريقه لذيذه وحلوه. الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كريسوري؟ ايه الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كريسوري؟ الكتكوت مش بيولد عشان هو بيبي، الكتكوت بيبقى لسه مولود اصلا، هيولد ايه؟ والله ترى كمان اللي هو بيتبقى بكايساري وبيفتحوا له بطن، الحاجات دي حلوه. ده ماشي ليه؟ لا بس فتح ربنا والله بيجيب ملايين عندي. اسمعي انت كل ده بتسجل؟ لا ما ده بقى اصبوص بالمونتاج. ماشي. الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كايساري؟ مش بعرف احور يا درع يا ست. حوري. اسمعي مني. اسمعي مني. لا لا اسال. طب سؤال تاني. الكتكوت بيقول الطبيعه ولا كايساري؟ سؤال تاني. الكتكوت بيبيض. بيبيض؟ كم بيضة؟ بتو قد كده وبيبيض خمسة. خمس بيضة؟ عرفت منين؟ عديته. عديته؟ شكلها ربيك اللي بيض. ربيك اللي كده عندها. ماشي. السؤال اللي ده بقى افوري فيه عشان انت كل ما مفترضيش ترد عليا. مصروفك كم في الشهر بصراحة؟ هقول لك. قولي. كل اللي انا بشتغل بيه بصرف. كام هم في الشهر مثلا؟ ماكسيموم كام؟ ما اعرفش والله. بس طبعا هعدل لك السؤال. اخر مره خرجت فيها صرفت كام؟ سفر برا مصر ولا جوا مصر؟ لاي حته. برا مصر يعني حوالي 10,000 دولار ولا حاجه. بجد برا مصر؟ ده كم مره؟ كم مره ايه؟ كم خروجه يعني؟ لا كنت بخرج كل يوم. كل يوم؟ قعدت مدة قد ايه؟ مش فاكره والله، 3 اسابيع ولا حاجه. ماشي. السؤال ده جميل، ركزي فيه عشان ده سؤال كان في الدراسات في سته ابتدائي. عارفه مين اللي حرر مصر؟ ماليش في الحاجات دي ابدا. ركزي. طيب عارفه مين اللي حرر مصر؟ ماليش في الاسئله دي. قولي. عارفه مين اللي حرر مصر؟ قولي لي مين. عادي. مين؟ ما تعالي ما اقول لك. ارد عليك انا عادي. مش عارفه اجابه. قولي لنا. اقول لك الاجابه. عارفه مين اللي حرر مصر؟ انا. انت حررتها؟ بجد نتكلم بجد. عارفه مين اللي حرر مصر؟ انا. انت حررتها ازاي؟ حررت المروحه؟ بيو بيو مش انا صاروخ كانوا بيستخدموني. صاروخ. دي اول مره اشوف حد يقول على نفسه صاروخ. هي فعلا صاروخ. ماشي. عارفه مين اللي حرر مصر؟ تاني انت عايز مين؟ مين طفى المروحه؟ نعم. حرر مصر. امشي. لو اتعرض عليكي 5 مليون جنيه مقابل انك تباتي 10 ايام في السجن توافقي؟ كم؟ 5 مليون جنيه مقابل انك تباتي 10 ايام في السجن توافقي؟ على جنيه؟ لا لو دولار ممكن اوافق، بس على حسب السجن. يا تختار السجن ولا سجن خمس نجوم؟ يعني دخلوني سجن ما فيهوش ناس انا ما اعرفش عايش معاهم. سجن خمس نجوم؟ اه. الشارع اللي وراه. بعد الشارع. لو انت فرطه ومشكله مين اول واحده هتكلميه؟ صحابي. مين هم بقى؟ لا مش هقول اسامي بقى نوي يعني. احسن. الفراشه اسم جوزها ايه؟ فراش. فراش. اه والله العظيم. اين تقع دوله فقوس؟ ايه؟ في دولة اسمها فقوس. دولة عربيش؟ لا. ولا انا. بجد والله انا تقع دولة فقوس. ما اعرفش. مفيش حاجة اسمها فقوس. طب يا برنس. الترند بتاعي بقى. اكتر 5 اسامي رجالة خاينة. احمد. 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 مفيش تاني احمد. خمسة احمد. خمسة احمد. احمد خمسة. خمسة احمد. عمرك حبيت واحدة اصغر منك في السن؟ لا خالص. اكبر مني. تقبلي تتجوزي واحدة اصغر منك في السن لو حبيتي؟ لا. لو حبيتي؟ مش هحب. يعني السن مشكلة عندك؟ اصغر مني لا 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 صعب. طب تتجوزي واحد اقرع او بكرش؟ ليه كده؟ ليه؟ بسألك عادي. لا يعني مفيش حد يلفت نظرك اقرع او بكرش يعني؟ كرش. طب ليك يعني ممكن نمشيها اقرع عادي، بس ما نمشيهاش بكرش يعني. عارف انت بقى في شباب يعني اقرع بس امور كده بسبوسه.
بسبوسه بختك يا قرع يا بخت الاقرع يا لكن لا لا بكرش لا احرم عليك والله يا بخت الاقرع والله يا بخت الاقرع. اشتريت تراب قبل كده؟ لا. امال هتدفني في ايه؟ حرام عليك في ايه؟ ايوه جهزيه عشان تموتي. موت انت الاول. انت اكبر مني. الله اعلم. انت اكبر مني انت موت انت الاول. مع ان انت وشك اكبر مني. عشان انت شكلك بيبي فيس. دي حاجه حلوه على فكره انا وبقى كده. حلوه انا عارف هو انا مش وشي بصراحه. ماشي. ايه الكلمه اللي اولها به واخرها كاف؟ ايه؟ ايه الكلمة اللي اولها به واخرها كاف؟ بكرهك. انا قلت هتقولي بحبك. بكرهك. لا انا ممكن اقول لك حاجة تانية. ايه؟ بفتيك. والله؟ والله؟ لو انت معجبة بيا تشقطيني ازاي؟ بص انا ما بشقطش انا يعني الناس اللي بتحاول تكلمني كان انا اشقط دي. لا ما انت ممكن تعجب لما اللي بيعجب بعد مختلف شويه عن حد يكون معجب بيه. بلاقيه هو اللي جاي برضه. هو اللي جاي؟ انا هو اللي جيت لك؟ اه كدابه 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 يا حبيشه.